السلام عليكم. السلام. هنا ظهرت شاكر التكامل الاجتماعي في مصر. حياكم الله. لا الله يحييك. هل أفراد مصر إيش قد؟ ثلاثة. إيش صار زوجك متوفي؟ طالع سنة وتسعة أشهر. شنو كان يشتغل؟ والله كاسب ما يشتغل، في أحد شغل كبير. راتب تقاعدي شيء ماكو؟ لا عنده مال رعاية قبل. مال رعاية قبل؟ أيوه. حجي عندي شراكة بالرعاية؟ عندي 350 كل شهرين. كل شهرين؟ أيوه. ما عندك بعد مصدر دخل ثاني؟ لا ماكو. سكن ماكم شنو هذا؟ سكن تجاوز والله. تجاوز. ما قدرت تشتغلين بالخياطة بالخبز؟ والله ما أقدر لا خبز ولا خياطة ولا هذه. ليش؟ ما أقدر، ما عندي هيك إمكانية و... وأقدر عند أنا هم تعبانة والله مريضة. شنو مرضك؟ شنو بيك؟ مرضي عندي سكر مزمن. سكر مزمن؟ إيه. قد يكلفك علاج بالشهر؟ والله يكلفني شو أقول لك بعد؟ إذا اشتريت 5000 كل 5 أيام 30,000 40. شنو محتاجة حجي؟ محتاجة والله طباخ ما عندي. زين. خربان عطلان. ثلاجة دوم. زين. ما ترجمنا بالبيت. زين. غسالة. وأوبل إذا رجعنا بعد تسوي لإخوتك شيء. نعم. أي والله. يعني يطلع نعم الله. أكل عيشة ما عندي. يعني صعبة العيشة عندي. إن شاء الله. أي والله. إن شاء الله. يعني تدري أنت مصارف وهذه ما تكفيني. نعم. من عندك في المدرسة اللي بعدها مو بالمدرسة؟ ماكو والله، هاي السنة أو السنة الجاية درسها. الله يسلمك. عمرها 6 سنوات. الله يسلمك. احنا عندنا من برامجنا بطاقة الغذاء والإكساء. الله يسلمك. هاي قيمتها 50,000 دينار إن شاء الله، اتصل بيك. الله يستر عليك إن شاء الله. إن شاء الله الأخوان راح يشوفون دار الاستغاثة وبخير خبر بعدين. أحمد الله والديك، جزاكم الله خير والله.